كان افتتاح مختبر المميز التخصصي. مختبرنا يتخصص بالتحليلات المعرضية كافة أنواعها بكوادر متميزة. التحاليل تتضمن فحوصات عامة لثلاث عروض بأسعار جدا مناسبة، إضافة إلى أنه عندنا فحوصات الباقية اللي تشمل فحص تساقط الشعر، فحص صحة الحوامل، فحص الغدد العامة والهرمونات، وفحص السمنة، وفحص صحة الطفل، إضافة إلى فحوصات أخرى. نتائج التحاليل تظهر من ساعة إلى ساعتين. إذا كان المراجع غير قادر على أنه يأخذ نتيجة التحاليل، نقدر إحنا أنه نرسلها إليه. عندنا كوادر متخصصة بهذا المجال، وإضافة إلى أنه التحاليل تشمل عندنا العروض الرئيسية اللي هي العرض الفضي والعرض الذهبي، إضافة إلى الفحوصات العامة. الفحص العام يشمل أكثر من 50 تحليل. التحليل الأول اللي هو صورة الدم CBC لأكثر من 20 تحليل، إضافة إلى فحص السكر صارم والعشوائي، وفحص الدهون العامة، إضافة إلى فحص الكالسيوم، فحص العوز المناعي، إضافة إلى فحص وظائف الكبد ووظائف الكلى، وفحص الإدرار العام لأكثر من 15 تحليل، مع فحص الخروج العام، وكل هذا بمبلغ 45,000 دينار عراقي. يعني إحنا غايتنا أنه نساعد الناس بالقدر اللي نقدر عليه، وغير إن شاء الله عن باقي الكوادر الطبية. الجهاز هو غني عن التعريف من شركة بيكمان كولتر ألماني المنشئ. هذا عبارة عن جهاز بايو كيمستري أو يقيس المحاليل الكيميائية بصورة عامة، كميات الدم كلها يقيسها. طبعا هذا يمتاز بالسرعة والدقة، سرعة توصل إلى 800 تيست أو 800 تحليل بالساعة. هذا الفائدة المعرفة قلت لك كيميائية الدم، مثلا تحليل الدهون العام، تحليل الأملاح، كافة أنواع التحاليل المتعلقة بكيمياء الدم هو يقدر يطلعها ويعطينا النتيجة مالته خلال وقت كلش قصير. وأهم شيء النتائج مضمون، لكون أنه هذا أنه شركة براند ألمانية بيكمان كولتر. جهاز ايضا شركة بيكمان كولتر اكسس 2، هذا جهاز غني عن التعريف، يقيس الهرمونات ومستوياتها طبعا بالدم وبجسم الانسان كافه، اضافه الى الفيروسات والفيتامين والدرجز. هو فايدة قلت لك انه قياس الهرمونات هاي اذا ارتفعت نسبتها او قلت في الجسم تؤدي الى اشكالات كلش هواية وكثيرة احنا نعرفها، لذلك انه هو كلش دقيق ومعروف. شركة بيكمان كولتر هذه الألمانية معروفة بدقة تحاليل ومواصفات العالمية. البيت العراقي للإبداع على مختبرات النقبة، بعد أن تم توجه دعوة لهم. ألف مبروك للمختبر على افتتاحه، وإن شاء الله حيكون تعاون بيننا وبين مؤسسة البيت العراقي للإبداع اللي رئيسها هشام الذهبي.